استاس؟ حمودية ايه؟ هالمرة رح نحكي عن الناس اللي فوق فوق فوق. احسن حاكم عربي لانهم اول شيء كلهم كانوا عبارة عن مجموعة من القبائل والعشائر، وكل منهم له الولاءات. طيب ما هو دور الشعوب الآن؟ كيف بدهم يرجعوا الشعوب كرامتها للأمة العربية؟ الصحفيين والإعلاميين في العالم العربي ليس لديهم ما يقولون خارج أجندة الحكام والتملق والتسلق والانتهازية. هل هناك فرق بين الحاكم العربي والحاكم الغربي؟ ترامب لما ذكر بشار الأسد بأنه الحيوان وصف بالضبط على مرأى العالم. لا يوجد أحد يحررك مما أنت فيه إلا بيدك، فيش حد يمسح دمعة أحد إلا يدك.